حمودي شنو مواصفات شركه حياتي؟ انت تعرف تطبخ لان تعبت 24 ساعه انا سويتك تعبت شنو سالفه؟ وانت تكون سمره لو قطاويه وقزمه شويه شويه يعني مو كل الضعيفه. الو ها مريم، انا ابوها مريم تقرا، منو انت وش رايد؟ حجي احنا شركه اسيا سيل وحبينا نتاكد هذا الرقم باسم مريم لو لا؟ لا عيني باسم اخوها مقدم رعد بالاستخبارات. مبروك حجي ربحت يانا 3 كرتات. يا 3 كرتات اليوم اصمت ابو ابو. يا حلاتش لما صديت العدا ابنك الطاهر حليب مقتدى. ممكن تطلع يمنه تعوف الفلكه تاخذ يسره تطبق تلقى المطعم انزل يمه جيب اللفه ما اكل الفلافل ويجيب لي دراجه جماعتي كلهم اشترى دراجات. لا ابوي اخاف عليك تنقلب وتموت. الروح ما ياخذها بس رب اكتر وراح ارقع كاني بالقندره. تقدح دح لا تسمح حاجيني قلبي يفرح. لو تذبحوني كتل ما راح اعترف على جماعة اللي شاركوا وياه بالجريمه. لو تحطون سكاكين على رقبتي ما راح اجيب طاري اصدقاء اللي شاركوني بالجريمه. نائل ابن منائل عادل ابن معادل وعاهل ابن معاهل. بس الاكل زقنبو تمر صوره ونزله، السواله زهر مر صوره ونزله، السواله سم يتسمن بي صوره ونزله. وشينها مهزله صار ماكو ماكو ما بقى شيء. نعلى على ابوها اليافت نعلى على بيها لا احنا ليك رهن شور بي احنا ليك رهن هلا هلا شور بي احنا ليك رهن هلا شور بي احنا ليك رهن هلا هلا شور بي احنا ليك رهن. ولك ما خفت من ربك شنو من قلب عندك من خرب قلبك وعم تدري شو اسوي ساعه لو كظك شاكل ضيتك انا وطيحت حظك.